السلام عليكم. اليوم وصفتنا من فلسطين. اليوم بدنا نحضر الكعك المقدسي أو خبز السمسم بطريقة كتير سهلة وبسيطة، ومكوناتها متوفرة إن شاء الله بكل بيت، وبيطلع معنا هش وطري مثل القطن. هلأ بنروح على طريقة التحضير. منبلش بسم الله. أنا عندي هون 300 ملي مي دافي، 300 ملي تقريبا شي كوب ونص مي. عندي هون معلقة كبيرة سكر، عندي هون معلقتين كبار حليب بودر، وإذا ما متوفر ما في مشكلة كمان بنقدر نستغني عنه. هي العجينة الأصلية ما بيحطوا لها، بس هي مثل المحسن بتعطي للطراوة للعجينة. عندي هون ظرف خميرة شي 7 جرامات، بدي أحط هيك من نفس المقدار شي معلقتين كبار طحين، أدوبهم منيح هيك. تمام، طبعا استعملوا المضرب هو أحسن للتخليط. هلا بدي غطيها وخليها تخمر التخميرة الأولية. أنا عندي هيك الخميرة تفاعلت، شايفين هيك. تمام، عندي هون معلقة صغيرة خل، طبعا الخل هو مادة حافظة. عندي هون كمية من الطحين، بدي احط عليهم معلقة صغيرة ملح. طبعا نحن الملح دائما ما بنحطه مع الخميرة، بنحطه مع الطحين. بننزل شوي شوي الطحين ونخلط. بس هيك نجمع الطحين مع السوائل. هلا بننزله على الطاولة مشان نعجن. طبعا احسن شيء العجن بالايد، اذا بتحبوا تعجنوا على العجانة كمان بصير. يلا بسم الله. هيك عجينتي صارت تمام، شايفين؟ بس لسه عشوي هيك عم تلزق، طبعا لازم تكون شوي عم تلزق بتكون احسن. بالنسبة للطحين انا اكل معي 500 جرام تقريبا شيء 4 اكواب. مشان نقعم العجينة انا عندي هون شيء ربع كوب زيت، شيء 25 جرام. هلا بدخله بالعجينة. شايفين هيك صارت عندي العجينة تمام. طبعا لازم نعجنها بهي الطريقة مشان نشغل الجلوتين اللي فيه، شايفين؟ ونصيحة طبعا استعملوا الطحين تبع الخبز اللي فيه نسبة البروتين تكون عالية. شايفين لازم تكون معنا العجينة هيك تكون طرية ما تكون ناشفة هيك. تمام، هلا بنزل هيك بقيت الزيت اللي صفى معي. هلا بغطيها بحطها بمكان دافي لحتى تخمر معنا. هيك عندي العجين صار جاهز وتخمر. طبعا انا اخذ معي وقت ساعة ونص، طبعا انتو حسب المكان بتحطوه، انا عندي دنيا شتاء حسب بتفرق يعني. شوفوا ما شاء الله قديش خمران. هلا بنزله على الطاولة. بفرغه من الهواء. هلا بقسم على 4. نسويهم كرات هيك وخليهم يرتاحوا هيك. تمام، طبعا بكل مرحلة بنريح شوي، بريحهم هيك شي ربع ساعة وبعدين نكمل. انا ريحتها شوي، باخذ قطعة رقة بالشوبك. بلفها. بقفل عليها من هالطرف. بحطها خليها ترتاح. او بتحبوا هاي الطريقة الثانية كمان، هيك بساوي لها فتحة بالنص. شايفين هيك اسهل كمان. شايفين كل سهولة. بخليها ترتاح
لبين ما يرتاح عندي العجينة. أنا عندي هون شي كوب سمسم، بحط له هيك شي معلقتين سكر. السكر هو بيعطيه هيك لون حلو للعجين. بحط له هيك شي معلقتين كمان مي، بخلطه. بنزل هذا السميد على الطاولة، بصير علينا أسهل بالشغل طبعا. هلأ بنحاول كمان نكبره أكتر. شايفين هيك كبرة كتير منيح. عندي طبعا هون مجهزة صينية حاطة فيها ورقة زبدة، هلأ ضروري لازم نغطيهم وخليهم يخمروا قبل ما نخبزهم. طبعا أنا سويت صينيتين، هلأ كمان بغطيهم. أنا عندي هيك اختمر. هلأ طبعا حميل الفرن على الحرارة 250، مشغل عليه من فوق من تحت، بحطه على أول رف من تحت وبس يطلع بنشوف قديش بياكل معنا وقت بالضبط. أنا عندي هيك الكعك استوى، وطبعا أخذ معي وقت 10 دقايق، بس كمان لازم أول ما يطلع معنا من الفرن أغطيه مشان يضل معنا طري، بس يبرد شوي بنقدمه إن شاء الله. هدول كعكاتنا صاروا جاهزين، شايفين؟ ولا أحلى من هيك. شوفوا قفاهم محمرات، شوفوا الطراوة، شوفوا قديش طري، شايفين؟ خس. لازم نفرجيكم قلبه، شوفوا ما شاء الله، شايفين الطراوة؟ هذا قفاه، شايفين؟ ولا أحلى من هيك. شوفوا قديش طري وقديش هش، شوفوا كتير هش وكتير طري. شايفين هذا هو أحلى فطور فلسطيني مع كاسة شاي ومع زيت وزعتر، ولا أطيب من هيك. بتمنى يكون عجبكم. بتمنى طبعا إذا عجبكم ما تنسونا حطوا لنا إعجاب واشتركوا بقناتي إذا ما كنتم مشتركين. وأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.